في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت امرأتان على زمان داود عليه السلام، كل امرأة معها ولد طفل، يعني جاء الذئب فعاد على ولد من الولدين وخده أكل، اختصمت المرأتان على الطفل الباقي، كل واحدة تقول هذا ولدي، تانية تقول هذا ولدي. لما اختصمتها إلى داود عليه السلام قضى به للمرأة الكبرى. ليه؟ القرائن كلها ظاهرة إن ده ابنها، عمالة تعيط وتولول وباين عليها إنها متفجعة. المرأة التانية واقفة كده إيه زي الأسطوانة دي كده. وفي بعض الناس الحزن يقتله فلا يظهر عليه أي أثر، لا يبكي ولا يتفجع ولا يتكلم بهجر القول، واقف كده مصمت بسبب شدة الحزن. واحد تاني الشوكة تخليه يصرخ لحد ما الدنيا كلها تسمعه. فلما قضى داود عليه السلام بالولد للمرأة الكبرى، فلما خرجتا لقيتا سليمان عليه السلام، فهمت المرأة الصغرى ايه، اشتكت الى سليمان عليه السلام وقالت: إن أباك قضى بهذا لهذه وهو ولدي. فقال سليمان عليه السلام: ائتوني بسكين أقسمه نصفين، كل واحدة تاخد نص. فحينئذ صرخت الصغرى وقالت: لا أريده، أعطه لها، فأعطاه لها. لأن لما يقول أنا هقسم الولد نصين كل واحد ياخد نص، لن يتفجع على الولد حقيقة إلا الأم. يبقى ده باب إيه بقى؟ باب الفهم في العلم. لأن أنا ممكن يكون عندي الدليل، إحنا كناس يعني بعيدا عن الأنبياء، إحنا كبشر ولا نحسن فهم الدليل. ولذلك قال الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وحتى لا يظن ظان أن عدم الفهم في مسألة جزئية يلحق النقص بالإنسان، قال الله عز وجل: وكلا آتينا حكما وعلما. الرجل الفاضل قد تفوت عليه مسألة فيدرك من هو أقل منه، كما حكي أن امرأة جاءت